أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي مبلغ من المال يفوق النصاب، وبعت سيارتي لأشتري غيرها، وبعد شهور جاء وقت إخراج الزكاة، فهل تجب الزكاة في ثمن السيارة؟ وبارك الله فيكم. تجب الزكاة في المال الذي حال عليه الحول، أما ثمن السيارة الذي لم يحل عليه الحول ليس فيه زكاة، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم، لكن لو كان ربح تجارة، لو كان ربح تجارة فربح التجارة يتبع رأس المال، أما ثمن السيارة هذا مستقل. نعم.